وحياتك ما تقرط. وحياتك ما تقرط ليه؟ هو بيربطك بمفتاح 17؟ بوسي مطربه شعبيه ولا رومانسيه؟ مطربه بالتقليه. مش بمعنى ان انا بغني شعبي ده مش عيب ليا، مش حاجه تعرني. تعرني؟ اسمها تعرني يا بنت. بوسي الممثله تقول ايه لبوسي المطربه؟ هنتسجن احنا الاثنين يا منيله. مش عارفه والله، اصل الحقيقه ما بيتقابلوش، فما فيش حاجه تتقال. واحده بتسهر بالليل والتانيه بتشتغل الصبح. انا بحب الاثنين عشان ده من صغري وده حلمي. ان انا تعرفي حلمي ايه؟ اكبر مطب تعرضت له بوسي في طريقها الفني؟ في مطب في اول فيصل بوظ لي العفشه. هل توقف قطار بوسي في محطه القضايا والمشاكل؟ لا، وقف في سوهاج. ايه اللي عجبك في سيناريو فيلم اهل العيب؟ انا لساني طويل فلقيت نفسي في الدور. خدي نفس. ايوه يا رب. طلعونا فاصل وهنرجع لكم بعد الفاصل. هحط لك مجموعه صور، عايزاكي لو سمحتي تكوني واضحه جدا في ارائك فيهم وكلامك عنهم. حاضر. تمام، هنبتدي باول صوره معانا. اوكي. اخويا وحبيب قلبي. يعني انا عايزه افهم بقى، يعني ما بتزعلوش حاجات بدايق في حاجه بدايق في حاجه وترجعوا تتصالحوا على طول كده؟ ده جدع وبموت فيه وعلى فكره ما فيش حاجه ما بيننا تستاهل ان احنا نزعل من بعض. ايه يعني؟ خبر اسود، قلب عصفوره. تاني صوره معانا. اوكي. حبيبتي. بس اتقال ان انتوا اتخانقتوا كتير قوي في كواليس الديب. مين ده؟ اتقال قوي، يعني انتشر قوي ان انتوا اتخانقتوا كتير في كواليس الديب. قسما بالله ابدا. ما تحلفيش ابوس ايدك. هنشوف الصوره الثالثه اللي معانا. يخرب بس سنينك، بموت فيه.